رسول الله من ركب الفلاة وحده، ولعن رسول الله من نام وحده، ولعن رسول الله من أكل زاده وحده. إنسان وحده لازم لا يسافر، لأنه أصابك الشيء وأنت وحيد، خصوصا في الزمان القديم الذي ما كانت هذه المواصلات، وحتى في هذا الزمان انحرفت والعياذ بالله سيارتك عن الجاد، أو عطشت ولم تعرف شيئا وأصابك ألف مصيبة. مكروه أن يسافر الإنسان وحده، مكروه أن ينام الإنسان وحده. نمت وحدك في غرفة وإذا في نصف الليل جاءك خاطر مهول، خاطر خيال أقصد، أو أن الإنسان الذي يأكل زاده وحده هذا علامة اللؤم. قد يكون ماكو أحد، لا بأس، قد يكون في عائلتي وفي داري وعند أصدقائي وجيراني وأنا أكل وحدي، هذا علامة لؤم الإنسان. ولذا في الأحاديث هذه الأشياء مكروهة، وهذا الإنسان معرض للخطر.